اسمح لي انتقل لدكتور احمد بيومي. دكتور احمد، راينا اكثر من دوله بالفعل يعني تقول بانها ستراجع المواقف من اسرائيل وتتخذ اجراءات عقابيه ضد تل ابيب لاستمرارها في حرب الاباده ضد المدنيين في قطاع غزه. برايك الى اي مدى يمكن ان تصمد اسرائيل امام هذه الاجراءات التي تتصاعد شيئا فشيئا من عدد من الدول سواء الاقليميه او حتى خارج الاقليم؟ مساء الخير، برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين، واشكر الساده الضيوف على هذه المداخلات المثمره. برايي اسرائيل يهمها اكثر الدعم الامريكي. الدعم الامريكي اللامتناهي لاسرائيل الذي قدمت امريكا لاسرائيل دعما اقتصاديا بحوالي 300 مليار دولار في الفتره ما بين تاسيس دوله اسرائيل وحتى الان. الولايات المتحده الامريكيه تقدم دعما نقديا سنويا لاسرائيل بحوالي 4.1 من 10 مليار دولار. فاذا تخلت الولايات المتحده الامريكيه عن اسرائيل وهو امر مستبعد للغايه، ستجد اسرائيل نفسها في هذه الحاله مضطره لخوض هذه الحرب وحدها. وفي هذه الحاله فان التكاليف الاقتصاديه لتلك الحرب لن تمكن اسرائيل على المضي قدما فيها لفترات زمنيه اطول من السبع شهور اللي احنا بنتكلم عنهم في الفتره الماضيه. المواقف الدولية تجاه إسرائيل التي تخص عقوبات سياسية أو عقوبات اقتصادية أو حتى مواقف اقتصادية في رأيي تأثيرها سيكون أضعف من تأثير الوقوف الأمريكي بجانب إسرائيل، لأن باقي دول العالم لا تقدم لإسرائيل دعما يعني يمكن القول أنه مؤثر من الناحية الاقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي. ولكن هناك منتجات غذائية، هناك منتجات تكنولوجية، هناك الكثير من الأمور، مدخلات في الصناعة يحتاجها الاقتصاد الإسرائيلي. أكثر من دولة أعلنت أنها ستراجع هذه الاتفاقات الاقتصادية مع إسرائيل. كلام حضرتك صح، وحتى عن طريق طرف ثالث، يعني لن تسمح لأطراف ثالثة بأن تكون معبرا لمنتجاتها إلى إسرائيل. كلام حضرتك مظبوط طبعا. القدرة على توفير المواد الخام من الدول الأخرى، يعني إسرائيل بتعتمد مثلا على الاستيراد خام الحديد بنسبة 70% من تركيا على سبيل المثال. فكان الموقف التركي بالنسبة لإسرائيل موقف مؤثر من الناحية أن إسرائيل لن تجد مورد يوفر لها احتياجاتها في الأجل القصير على الأقل، يعوضها عن النقص في خام الحديد التركي. لكن من الناحية الأخرى إذا نظرت إلى حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وبين باقي دول العالم، ستجد الولايات المتحدة الأمريكية لديها نصيب الأسد، سواء كان في التبادل التجاري أو في الصادرات الإسرائيلية. معظم التكنولوجيا الموجودة بداخل إسرائيل هي جاية من الاتحاد الأوروبي وجاية من الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء عليه فإن وجود يعني دعم أمريكي يعوض إسرائيل ولو حتى بشكل جزئي عن الاحتياجات أو النقص الذي قد تسببه مواقف دول أخرى. ولكن هل ده بيؤثر على الأقل في الأجل القصير على سلاسل التوريد وعلى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على النمو؟ بالتأكيد يؤثر. الاقتصاد الإسرائيلي يحتاج إلى وقت على الأقل فترة ربع سنة علشان يقدر أن هو يجد مصادر بديلة للنقص في المواد الخام التي يستوردها من الدول الأخرى التي قررت أن تقطع علاقتها الاقتصادية معا. لكن بنهاية الأمر فإن يعني هم يقدروا يوفروا المواد الخام دي من دول أخرى. يتفاقم الأمر إمتى ويصبح مؤثرا على الدولة الإسرائيلية؟ في حال وجود العديد من الدول التي تصدر أو اللي ليها دور رئيسي في إنتاج هذا الخام على مستوى العالم وقررت قطع علاقتها مع إسرائيل، في هذه الحالة تصبح أزمة إسرائيلية للاقتصاد الإسرائيلي. ولكن احنا عندنا بوادر انكماش كبير في الاقتصاد الإسرائيلي. عندنا الاقتصاد الإسرائيلي انكمش، يعني معدل النمو بتاعه كان المفروض ان هو يكون 2.2%، معدل النمو المتوقع 1.1%. الكلفة العسكرية للحرب زادت من الدين العام الداخلي. الموازنة العامة لإسرائيل في عام 2024 ركزت بشكل أكبر على تمويل الحرب عوضا عن تمويل النمو، وده واضح بشكل كبير في البيانات الاقتصادية، يعني البيانات الأرقام
لكن الولايات المتحدة من الجانب الآخر حاليا تفكر في تقديم دعم إضافي لإسرائيل بحوالي 14 مليار دولار يمكن أن يعوضها عن جزء كبير من هذا الانكماش الاقتصادي. إحنا عندنا الواحد في المية من الناتج المحلي الإجمالي اقتصاد إسرائيل هو 500 مليار دولار، 1% من الناتج المحلي الإجمالي انكماش يعني 5 مليار دولار. تقديم الولايات المتحدة الأمريكية ل 14 مليار دولار فهي بتقدم لها 3% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. فالموضوع هنا يعني لما نتكلم عن أثر اقتصادي، فيه أثر اقتصادي وفيه ارتفاع في معدلات البطالة ب 40%، في ارتفاع في معدلات التضخم، في هبوط في العملة الإسرائيلية، في انخفاض في احتياطي النقد الأجنبي الإسرائيلي ب 7 مليار، في زيادة في الدين العام. الاقتصاد الإسرائيلي سيدفع فاتورة كل تلك التكاليف في الأجال المتوسطة والطويلة، في وخاصة في حال أن الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل علقت أو أوقفت دعمها إلى إسرائيل. لكن في حال استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم دعم غير محدود إلى إسرائيل، فإن تلك التأثيرات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون محدودة. صحيح صحيح.